أدعمكم في مطالبكم الحقة وأرفع معكم شعار الإصلاح من أجل تحسين واقع البلد وبناء مستقبل أفضل. ذا كما قاله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله عددا من جرحى التظاهرات في محافظة ذي قار، لقطات تبين للوهلة الأولى أن الثقة بين الرئيس وشعبه تعززت وتجذرت وأنه لا عودة للوراء. اللقطات تنقل أجواء آمنة تجسد أريحية غير معهودة، فقل ما شئت فقد اختلفت طبيعة العلاقة بين الحراك والاحتجاج من جهة ورئيس الحكومة من جهة أخرى، والهدف واحد هو إنقاذ الوطن المثقل بالأزمات. بيان حكومي نقل تعهدات الرجل بتأمين علاج جرحى المتظاهرين ونقلهم إلى خارج العراق إن تطلب الأمر، مع شمولهم باستثناءات رواتب شبكة الحماية الاجتماعية. أما عن المذنب والمجرم الذي قابل مطالب هؤلاء الشباب بالرصاص والنار، يجدد الكاظمي هنا وهو ذاته الذي وجه القوات الأمنية بوضوح بأن لا لفلسفة الدم في ساحة تظاهر. جدد اليوم تعهده باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرجاع حقوقهم. وفد جرحى تظاهرات الناصرية بدورهم عبروا عن بالغ شكرهم وامتنانهم لرئيس الوزراء على حسن الاستقبال وحرصه على متابعة أوضاعهم واهتمامه الكبير بأبناء المحافظة. وفي نهاية اللقاء أكدوا دعمهم لجهود رئيس الوزراء في تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين من أجل مستقبل العراق.